ألقت حكومة طالبان القبض على خلية الخاطفين الذين اختطفوا البنت الصغيرة التي تدعى سدرة في مزار شريف. يظهر مشاهدينا الكرام على الشاشة مجموعة من المجرمين مكبلين أمام مجموعة من المسؤولين من حكومة طالبان استعدادا لتقديمهم للعدالة. كما تمكنت الفرق الأمنية من تخليص الفتاة الصغيرة سدرة من يد الخاطفين. كما تظهر أمامكم على الشاشة مشاهدينا الكرام صورة الفتاة سدرة جالسة إلى جوار أحد المسؤولين في حكومة طالبان. ودأبت حكومة طالبان على مواجهة هذه العصابات في العاصمة كابول وفي غيرها من ولايات منذ سيطرتها على مقاليد الأمور في أفغانستان في أغسطس آب الماضي. وتنشط الحكومة في هذا المجال بالتحديد لمواجهة عصابات الخطف والمخدرات الذين كانوا يترعرعون في ظل الحكومة السابقة.